عمدة بلدة في ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، مخلص في عمله ومحبوب من الجميع إلا من شخص واحد يدعى كريغ. في عام 2023 من الميلاد قام كريغ بكشف موضوع مظلم وسوداوي عن العمدة قلب حياة رأسا على عقب، حياة كريغ وحياة العمدة. العمدة يدعى بوبا، 49 عاما، لديه الكثير من الأمور الرائعة في حياته من عائلة ووظيفة ذات دخل جيد بالإضافة إلى المناصب الرفيعة، فهو راعي الكنيسة المعمدانية المحلية وعمدة مدينة سيمس ستيشن في ألاباما، ولديه دعم من ترامب. كان محبوبا من الجميع باستثناء ذلك الشخص كريغ. كريغ كان يعمل كاتبا في موقع إخباري يدعى 1819. كريغ الشاب الصحفي يريد سبقا صحفيا وينبش في حياة عمدة بوبا. في أحد الأيام عثر كريغ على حساب بوبا على إنستغرام، ولم يكن حسابه الشخصي العادي بل حساب آخر سري. كان بوبا ينشر في هذا الحساب صورا له وهو يرتدي ملابس نسائية، كان ذو ميول جنسية متحولة. كان يسمي حسابه بريتني بلير ويصف نفسه بأنه العمدة بوبا. يصف نفسه طبعا ليس كعمدة لبلدة، ولكن يصف نفسه بأنه امرأة ممتلئة متخولة جنسيا. بعدها ودج كريغ حسابا آخر له على موقع ريديت بنفس الاسم، وكان ناشطا في منتديات المتحولين وأزياء الأشخاص البدناء ذوي التحول الجنسي BBW. وبعدها وجد مجموعة من القصص المكتوبة باسم بريتني تصف مغامراته الساخنة مع المعجبين. في الفيديو سطر ترجمة لها. ففي الواحد من نوفمبر من العام 2023 من الميلاد تواصل كريغ مباشرة مع العمدة بوبا يسأله إذا كانت تلك الحسابات تخصه. في البداية أنكر بوبا الأمر، ولكن عندما عرض عليه كريغ أدلة دامغة وهدده بنشرها اعترف له قائلا: أحيانا أرتدي ملابس زوجتي من أجل المتعة وتخفيف التوتر، ولكني في الواقع لست متحولا جنسيا. وأكد أن هذا شأنه الخاص، ثم بدأ يتوسل لكريغ ألا يكشف سره للجمهور. وبرأيك هل كشف سره كريغ؟ نعم، قام بذلك على الفور. الصحفي الشاب انتهز ذلك السبق الصحفي بأن المتحول جنسيا العمدة. انظر كيف يحكمك من يرتدي الملابس الجنسية ويدعو نفسه بمتحول جنسي. فضح كل شيء. انتشر المقال بسرعة وحصل على تفاعل كبير وسط جمهور ألباما. في البداية تلقى العمدة الكثير من الدعم، لكنه واجه أيضا موجة كبيرة من الكراهية، فهو ممثل في كنيسة معمدانية. في نفس يوم انتشار المقال صعد العمدة إلى منبره في الكنيسة ليعتذر عما حدث. ومع ذلك استمر العديد من الأشخاص في مهاجمته، وليزيد الطين بلة قام كريغ بالتركيز على رسائل المعجبين، ولم يستطع بوبا تحمل الأمر، وسرعان ما بدأ الناس حوله ينفضون. وقام كريغ بنشر مقال آخر يهاجم فيه العمدة بوبا، وسرعان ما بدأ الناس يلاحظون أنه ليس على ما يرام.
قام أحد الأشخاص بالاتصال بقسم الشرطة طالبا منهم تفحص أمره يسمى فحص الرعاية الاجتماعية. ذهب شرطيان لتفقده ليجدوه يقود سيارته، طلبوا منه التوقف لكنه استمر في القيادة بسرعة عادية لمدة 10 دقائق، وفي النهاية أوقف العمدة بابا سيارته وخرج منها، وأمام الشرطيين وأمام الجميع قام بإخراج مسدس وقتل نفسه. قتل العمدة بابا نفسه. بعد هذه القصة انفجر غضب الناس في البلدة ملقين كامل اللوم على جريج، طارده في حسابه على تويتر، وإلى اليوم كل ردودهم على منشوراته عبارة عن غضب عما فعله جريج. هل أنت نادم؟ ويبقى السؤال، هل نتعاطف هنا مع العمدة أم نتعاطف مع جريج أم لا نتعاطف معهما هما الاثنين؟ عمدة وممثل كنيسة معمدانية في دولة عظمى وفي ولاية كبيرة، عمدة بلدة وذو طبيعة دينية يصف نفسه بالمتحول جنسيا ممتلئ الجسم، فهل هذا سليم؟ هل هذا واضح؟ فتاة جنسية متحولة ذات منحنيات، إنها هواية كان يمارسها بابا لتخفيف التوتر. ذلك كان رده على كل الهجمات. قصصه التي ينشرها على الملأ بحسابه باسم بريتني، هل هذا منطقي؟ يدع قصصه الجنسية مع معجبينه بالشقراوات والسمراوات والحمراوات لا أستطيع أن أكمل، ولكن لديكم الترجمة كاملة ولديكم النسخة الأصلية. بنات كان يمارس معهن، وكل أسبوع يلتقط صورا ويسجل متجرا بالكاميرا، ثم يقوم بحفظ الأشياء في حاسوبه. كان يعيش حياته بالطول والعرض في مغامرات غير، للأسف، غير أخلاقية من عمدة. كرأيي الشخصي أنا غير متعاطف مع الاثنين. كرأيك يهمني في التعليقات. هل تحب ذلك النوع من القصص؟ معك دائما. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى أن تكتب في التعليقات رأيك ورأيك في بوبا ورأيك في كريج ورأيك في قناتنا. لا تنسى الاشتراك في القناة ولا تنسى تفعيل زر الجرس.